بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرض الصباح الإخباري من تلفزيون السودان وفيه تتابعون البشير وأفورجي يبحثان في بورت السودان تعزيز التعاون المشترك. برئاسة طه اللجنة العليا تقف على مسار إنفاذ الاتفاقيات مع دولة الجنوب. البرلمان يوافق على اعتماد مالي إضافي لمقابلة الإصلاح الاقتصادي. أهلا بكم وطاب صباحكم هذا بكل الخير. اتفق السودان وإريتريا على دعم وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، واتفق الجانبان في جلسة المباحثات المشتركة التي انعقدت في مدينة بورت سودان على التنسيق المشترك خاصة في مجالات النقل والسياحة والمعادن. ترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس الإريتري أسياس أفورجي المباحثات السودانية الأريترية بمدينة بورت سودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، والتي اتفق فيها الجانبان على التنسيق المشترك والتعاون وإقامة المشروعات المشتركة خاصة في مجالات النقل والسياحة والمعادن. كانت المباحثات هذا اليوم تأكيد على ما تم التباحث حوله والتفاهم حوله من قبل، وهو ضرورة أن تكون هنالك علاقات مميزة تصلح أساس لتفاهم إقليمي جيد. رمزيا حضر هذه المباحثات عدد من الوزراء تحدثتم إليهم أنتم، ولكن الرسالة الأساسية أن التواصل سيستمر برا وبحرا وجوا، وتوضع لهذه الفكرة أسس وآليات. وقبل المباحثات دشن الرئيسان الطريق البري الذي يربط مدينة طوكر بمنطقة جارورة على الحدود السودانية الأريترية لربط المصالح بين البلدين وتعزيز التواصل الاجتماعي القائم أصلا بين الشعبين الشقيقين. ومنت المباحثات على ضرورة التنسيق في العمل السياحي، والذي يزور تحت مظلته الرئيس الأريتري بورت سودان لحضور مهرجان السياحة والتسوق السابع، ويتم ذلك في ظل الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجال السياحة بين البلدين. مدينة بورت سودان والتي قصدها رئيس الجمهورية من الخرطوم والرئيس الأريتري من أسمرة أضافت بعدا للعلاقات السودانية الأريترية، وأكدت دور عواصم الولايات في تعزيز العلاقات الإقليمية. كلما نجح السودان في بناء علاقات إيجابية ومزدهرة مع دول الجوار تجلت مظاهر السلام والاستقرار والإقبال على البناء الاجتماعي والاقتصادي. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، بورت سودان. وافتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير برفقة الرئيس الإريتري سياسي أفورجي مشروعات ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر، وامتدح رئيس الجمهورية جهود ديوان الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة بالولاية. تشتمل على 4 محاور أساسية. في المحور الأول هي مشروع تمليك الإبل الحلوب، وهي عبارة عن تمليك إبل بصقارها في المناطق الريفية. بلغت التكلفة لهذا المشروع 1,170,000، وعدد المستفيدين من هذا المشروع 30 أسرة. أيضا في المحور الثاني اللي هي مشروع تمليك غوارب الصيد، والآن تم تمليك 15 غارب فايبر بماكينات كبيرة، ماكينات 48 حصان، وأيضا بطول 8 متر للقارب، ومعينات العمل من شباك وثلاجات. رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين دولتي السودان وجنوب السودان، والذي استمع لملخص حول تقدم تنفيذ الاتفاقيات عبر اللجان المشتركة والوزارات والجهات النظيرة بين البلدين. كما استمع الاجتماع إلى تقارير مفصلة من رؤساء اللجان الفرعية للجنة العليا شملت الجوانب الأمنية والعسكرية وشؤون الاقتصاد والتجارة والمصارف ومجالات النقل والخدمات والعمل والتدريب وبناء القدرات.
هذا إلى جانب التحرك الدبلوماسي المشترك من قبل البلدين بالتنسيق مع هيئة الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس سامبوي بيكي لإعفاء الديون الخارجية للسودان ورفع العقوبات الاقتصادية الأحادية على البلاد. وخرج الاجتماع بتوصيات تدفع بعلاقات التعاون بين البلدين. اطلع نائب رئيس الجمهورية دكتور الحاج آدم يوسف على الأوضاع الأمنية بدارفور، خاصة تأمين وصول القوافل التجارية وتقوية قوات الاحتياط المركزي وقوات الشرطة لمواجهة الخارجين عن القانون. وأوضح وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية بمكتبه أن اللقاء تطرق أيضا لتأمين مشروعات التنمية، خاصة طريق الإنغاز الغربي وتأمين وإعادة تأهيل السكة الحديد لرفع المعاناة عن أهل دارفور في وصول المواد بأقل كلفة. اجتماع مع السيد نائب رئيس الجمهورية كان بخصوص الأمن في دارفور، على وجه الخصوص تأمين وصول الأطراف التجارية لولاية دارفور المختلفة وتقوية قوات الاحتياط المركزي ودعمها حتى تنساب المواد الضرورية بصورة راتبة وبصورة جيدة لكل ولاية دارفور. أيضا تطرق اللقاء لتأمين مشروعات التنمية وعلى رأسها طريق الإنغاز الغربي وتأمين إعادة تأهيل السكة حديد، ونعتقد بهذه الترتيبات الأمنية لتنفيذ هذه المشروعات الضرورية لأهل دارفور يمكن أن يؤدي ذلك لرفع كثير من المعاناة لأهل دارفور. تنطلق بالخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الإثيوبية العليا برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم دي سليم. واطمأنت اللجنة التحضيرية للاجتماعات على مستوى الإعداد وترتيب الفعاليات المصاحبة. تحضيرات مكثفة تشهدها العاصمة الخرطوم لاستضافة اجتماعات اللجنة الوزارية الإثيوبية السودانية العليا مطلع ديسمبر القادم، حيث استقبل وزير الاستثمار دكتور مصطفى عثمان اسماعيل سفير اثيوبيا لدى الخرطوم، بحث معه الملفات المشتركة بين الجانبين السوداني والاثيوبي. تعتبر اثيوبيا من الدول الهامة جدا كواحدة من دول الجوار الهامة، ولذلك هذه اللجنة يترأسها رئيس الجمهورية شخصيا ورئيس الوزراء الاثيوبي. ستتعرض ايضا الاجتماعات لإقامة مناطق حرة على الحدود بين البلدين، كما تتطرق أيضا لورقة استراتيجية للعلاقات الاقتصادية والتجارية. وعلى الصعيد ذاته رأس وزير الاستثمار اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الأثيوبية العليا بين الخرطوم وأديس أبابا، وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على طاولة اجتماعات اللجنة الوزارية التي من بينها إنشاء منطقة حرة بين السودان وأثيوبيا في منطقة الجلابات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بجانب مشروعات الربط الكهربائي، حيث تبدأ باجتماعات لجنة الخبراء يومي الأول والثاني من ديسمبر، ثم الاجتماع الوزاري يوم الثالث، ثم اجتماع اللجنة العليا برئاسة الرئيس البشير ورئيس الوزراء يومي الثالث والرابع. هذه اللجنة ستناقش وتقر عدد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، وكذلك في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. ووقف اجتماع اللجنة التحضيرية على ترتيبات انعقاد اجتماعات لجنة الخبراء والاجتماع الوزاري بين السودان وأثيوبيا، ويعول الجانبان على أن تخرج اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الأثيوبية العليا في اجتماعاتها القادمة بالخرطوم برؤية واضحة تعزز من فرص التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين. عرض الصباح الإخباري من تلفزيون السودان يتواصل. أجاز المجلس الوطني في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد التقرير المشترك للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل حول مشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 13 و2000 في مرحلة السمات العامة.
دعا عدد من أعضاء المجلس الوطني إلى أهمية الاستفادة من الأموال الإضافية الناتجة عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في تحريك عجلة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإنتاج الثروة الحيوانية وتطوير حقول البترول ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة ومحاربة انتشار بؤر الفقر والعوز للشرائح الضعيفة في المجتمع. نحن الآن نعالج قانون، لكن لا بد أن نعالج الأصل، الأصل المطلوب هو معالجة الاقتصاد المعالجة الكلية. ومعلوم أن الاقتصاد هو علم البدائل. أخواننا الاقتصاديين سواء كان وزير المالية أو إخوته يبحثون دائما عن الطريق القصير للمعالجات وليس الطريق الآخر، لأن هنالك طرق أخرى يمكن أن تعالج الاقتصاد. هنالك مشاريع ذات أثر من خلالها الغاز حكم البلاد، هذه المشاريع كانت تعطي أموالا طائلة كمشروع السكة حديد وكمشروع الجزيرة. ضد أنه نستثني الشركات عشان ما تأخذ من الأرباح، مفروض تأخذ من الدخل ما دام أنا بأخذ من العاملين من مرتباتهم. كذلك اتفق مع الأخ محمد الحسن الأمين في أنه الضريبة ما تفرض بأثر رجعي، ما مفروض تفرض بأثر رجعي، ده يمكن يؤدي حتى العاملين، لأنه قلت ضريبة الدخل، ضريبة الدخل شاملة مرتبات العاملين وكل الذين يعملون في دواوين الحكومة. عشان كده حقه، بس نحن نفرضها حسب ما جاء في التقرير. وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود دعا لأهمية خفض الإنفاق وتقليل المصروفات وتوظيف الأموال الإضافية لزيادة الإنتاج. أعتقد أنه نحن في هذه المرحلة من الضروري جدا أن نتجاوز المرحلة اللي نحن فيها، وما ممكن نرجع، يعني يصعب أنه نرجع نقول للعاملين والله هذه المسألة ما أجزناها وبالتالي نلغي زيادة الأجور وشيء من هذا القبيل. إخوانا هذه الموارد أيضا إذا نحن قدرناها في 3 شهور ب 2 مليار و93، أنا أفتكر أنتم حتقدم لكم الموازنة في الفترة القادمة. دي أول نقطة تمسكوا فيها، أنه والله إذا في 3 شهور بتعمل 2 مليار و93، طيب في 12 شهر بتاعت السنة الجاية حتعمل كم؟ أنا أفتكر دي النقطة المهمة جدا الحق يجيب عندها المجلس الوطني. طيب السنة الجاية حتبقى 8 مليار. نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد جدد عزم الدولة المضي قدما في مشروعات التنمية وزيادة الإنتاج، هذا وأجاز المجلس الوطني مشروع ضريبة الدخل تعديل لسنة 13 و2000 مرحلة العرض الثالث، ومشروع قانون اعتماد مالي إضافي لسنة 13 و2000 مرحلة السمات العامة. يوسف عوض الجيد، تلفزيون السودان، البرلمان.